متابعيني الكرام، كان نفسي اطلع لكم وانا احسن من كده صحيا بكتير، بس الحمد لله على كل حال. انا حابه اقول لكم عن حاجه بدات اعملها والحمد لله والشكر لله يا رب جابت نتيجه كويسه جدا، وهي دي من كتر ما انا مبسوطه انا طالعه اتكلم. انا دلوقتي بنزل مثلا فيديو، الفيديو ده عباره عن دقيقه، ما بلحقش اشرح فيه كل اللي انا نفسي اقوله او عايزه اقوله، بقول الحاجات ملخص الملخص، تمام؟ بلاقي ناس بتعلق عليا في نقط معينه، بتنتقدني، بتغلط فيا، بتشتمني، بتقول لفظ مش كويس. انا عايز اقول لكم حاجه، لو يعني مثلا لو هو 300 تعليق جاي لي بيبقى فيه 3 تعليقات لازم كده ايه يحرقوا لي دمي، تمام؟ فانا قررت قرار قدام ربنا سبحانه وتعالى، لان انا هتعامل بتربيتي وثقافتي الدينيه واصلي، قررت قرار ان اي حد هيغلط فيا انا هدعي له دعوه كويسه من القلب، هدعي له دعوه بجد من قلبي ان ربنا يصلح حاله ويهديه. وفعلا عملت كده، وسبحانك يا رب لقيت رد الفعل يشرح القلب، يا بيحذفوا التعليقات بتاعتهم، يا اما بيتاسفوا ويعتذروا، يا اما بيقولوا لي كلمه طيب خاطري، يا اما يعني بيردوا رد ان هم اتحرجوا من ردي. فانا شايفه لو احنا كلنا اتبعنا الموضوع ده والله العظيم ثلاثة الدنيا هتبقى احسن من كده بكتير. ما انا هقول لكم على حاجة، احنا مش هقول لك كمسلمين بس، مسلمين مسيحيين يهود، ربنا سبحانه وتعالى زرع فينا المحبة واوصانا ان الدين المعاملة، ايا كانت ديانتك ايه، طالما بتؤمن بالله واليوم الاخر خلاص انت لازم تحط في بالك ان ما تصلحش الغلط بغلط ابشع منه، تمام؟ انا مش بتكلم عني انا بس، مش بتكلم عني انا بس، انا بتكلم على ناس كتير جدا، لان انا مثلا انا ارحم من اي حد. يعني انا مثلا لو زي ما بقول لكم لو جالي 300 تعليق 3 4 هم اللي بيبقوا يعني بيضايقوا قوي او بيعصبوا او فيهم غلط او ابشع حاجة يعني في الدنيا، هو 3 4 تعليقات، وبقيت ال 300 ولا ال 300 وحاجه تعليقات زي الفل، وناس بتشكرني وناس بتدعي لي وناس بتحترمني وناس بتقدرني، يعني ما يجيش بالنسبه لي ده 1%، ما يكملش 1%، او هو 1%، تمام؟ فانا حابه ان احنا لو احنا عملنا كده مع كل الناس وكل الناس سمعت كلامي، والله صدقوني الدنيا هينصلح حالها اكتر، على الاقل على الاقل 30%، 20%، 40%، مش هقول لكم 100% لان محدش هيسمع كلامي بنسبة 100%. فلو كل حد فينا راجل او ست حد علق عليه تعليق مش كويس وراح داخل رد عليه بدعوة، قال له مثلا ربنا يصلح حالك وحنا، او قال له لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كنت اتمنى تعليقك يكون احسن من كده، احنا مهما كان احنا اخوات في الله، والله العظيم صدقوني الدنيا هتعمر مش هتخرب. انا جربت النهارده وامبارح، لان انا مريت بتجربة من كام يوم واتعمل لي حظر على الماسنجر بسبب ان انا رديت على واحد رد يعني دخل لمتابعة عندي شتمها بشتيمة قذرة، جاية بعلق عليه راح شتمني انا كمان شتيمة من اقبح واجزر الشتايم. طبعا انا قفلت له صفحته وراح دخل لي من ايميل تاني قفل لي الماسنجر بتاعي، وكانت حوسة يعني. فانا قلت لا، انا مش بتاعت الكلام ده، انا مش كده، ولا ديني ولا تربيتي ولا حد هيجبرني اكون كده، وانا حسيت ان انا غلطت. هو مش فارق معايا لان هو انا معرفوش ولا اعرفه ولا يعرفني، مش فارق معايا لو هو ولا غيره، لان خلاص انا عملت له بلوك ولا بيشوف كلامي وبيسمع كلامي، فارق معايا نفسي، فارق معايا انا، فارق معايا غادة، فين تربيتي، فين ثقافتي الدينية، ازاي اكون لابسة حجاب وبصلي وبسجد وبقرا قرآن وانا برد على الغلط بغلط ابشع منه. هي مش شطارة ولا فزلكة ان احنا نرد على بعض بطريقة مستفزة ونحرق دم بعض، ومين الاشطر اللي هيرد رد احسن؟ لا يا جماعة بجد، لو كل واحد فيكم حط عقله في راسه وعايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى، مش يرضيني انا ولا يرضي حد، عايز يرضي ربنا اولا واخيرا، يعلق تعليق يخذل اللي قدامه، يحرج اللي قدامه، يكسف اللي قدامه بطريقة محترمة. انا النهاردة كذا حد اعتذر لي مع ان هم غلطوا، يعني كتبوا تعليقات صعبة الفاظ انا ما اقدرش انطقها، ان مستحيل انطقها حتى لو في خناقة ولا مش خناقة، حاجة صعبة مستحيل يعني، دخلوا اعتذروا لي، اللي مسح تعليقه، اللي انسحب من كتر ما هو اتحرج ان انا دعيت له،
يعني. فصدقوني والله لو احنا عملنا كلنا كده الدنيا هتعمر مش هتخرب. ويا رب يكون وصلكو اللي انا عايزه اقوله من قلبي، لان انا والله انا بتكلم من قلبي يعني، مش من لساني بس، بتكلم من قلبي قبل لساني. طولت عليكم بس بحبكم في الله، وانا زي ما قلت لكم انا انسانه معتدله، لا انا داعيه ولا انا شيخه، ولا انا مثلا بطلع بلبس مش محترم، ولا بتكلم كلام مش محترم. انا انسانه وسطيه، بعرف ربنا سبحانه وتعالى، وقت الضحك بضحك، وقت الهزار بهزر، وقت الجد ببقى جد، وقت الحزن دموعي بتسبقني، وقت الجدعانه ببقى بميت راجل، لكل مقام مقال. واتمنى اكون افدتكم وافادكم والله يا رب، ويحميكم ويحرسكم.